الثالثة من التعليم الابتدائي في كتاب الواضح في النشاط العلمي. إذن درس اليوم عندنا درس مشروعي التكنولوجي، كيف أصنع محرارا. هذا عندنا في صفحة 64. إذن صفحة 64، مشروعي التكنولوجي كيف أصنع محرارا. هذا عندك الأسبوع 21 بالحصة الثامنة. Comment je fabrique un thermomètre؟ كيف أصنع محرارا؟ الهدف التعلمي أصنع محرارا وأجربه. Je fabrique un thermomètre et je le teste. Je fabrique من أصنع محرارا un thermomètre et je le teste. Je le teste أي أجربه. انطلق ولاحظ الصورة وأحدد مكونات المحرار. إذا عندنا هذه هي الصورة كما كنلاحظ دائما، كما قلنا سابقا في دروس سابقة، عند المحرار يتكون من هذا خزان، وعندنا هذا أنبوب دقيق به سائل ملون، سائل ملون يوجد في الأنبوب. ثم عندنا واحد المدرج فيه مدرجات لقياس الحرارة. إذن هذا هو المحرار. إذن أتساءل كيف يمكنني صنع محرار. أفترض إذا أستعمل أشياء متاحة لهذا الغرض، أختبر. إذا أحتاج إلى كرة صغيرة بلاستيكية بها ثقب، كرة صغيرة بلاستيكية بحال هذه اللي عندها كرة صغيرة بها ثقب، ورقة بيضاء هي عندها ورقة بيضاء، قشة كتلك التي تستعمل لمص السوائل، هي القشة عندنا نستعملها لشرب مثلا عصير الليمون، كنستعملو هاد القشة هادي، شريط لاصوق ديال الميكرو، ماء ملون بمداد احمر، ها هو عندنا في الكاس. اذا عندنا ماء ملون هنا في الكاس ملون بمداد احمر، عجين مطاوع اي عجين يمكن تشكيله. اذا هذه هي الادوات التي ساحتاجها. أغمر الكرة في كأس بها الماء الملون، عندي الكأس هو، أغمر الكرة كان نخشي أنا وسط الكأس، نديرها وسط الكأس الماء لكي أملأها، أدخل القشة في ثقب الكرة ثم أثبتها بواسطة العجين المطاوية. عندها هي القشة، أدخل هذه القشة في ثقب الكرة، ها هو عندها، ثم أثبتها هنايا بواسطة هذا العجين المطاوية، هذا العجين الذي يمكن تشكيله، هذا كنديرو أنا في الجنب. المرحلة الثالثة، أثبت القشة على الورقة البيضاء بواسطة الشريط اللاصوق بهذا الشكل، أثبت القشة، هذه كنلصقها على الورقة البيضاء بواسطة هذا اللصاق هنا غنحتاجو،
شريط لاسوف، ثم في الأخير سأحصل على محراب على هذا الشكل، سأحصل على محراب على هذا الشكل، لأن هذا السائل هذا الأحمر موجود في داخل الكرة، وهو الذي يصعد وينزل، يصعد وينزل هذا السائل. إذا كانت هناك حرارة فهو يصعد، وإذا كانت برودة ينزل. إذا عندنا في الأخير نأتي إلى الخلاصة، أستخلص، أملأ الفراغات بما يلي: يهبط، يصعد، يلامس، باردا. إذن عندما المحرار جسما ساخنا، ماذا عندما مستوى سطح السائل المحراري في الأنبوب، وعندما يلامس المحرار جسما؟ إذن نأتي الجملة الأولى: عندما المحرار جسما ساخنا، ماذا نكتب؟ عندما، نعم، يلامس المحرار جسما ساخنا، مستوى السطح السائل المحراري في الأنبوب، ماذا نكتب؟ نعم، يصعد مستوى سطح السائل المحراري في الأنبوب، ويهبط، نعم، يهبط عندما يلامس المحرار جسما، نعم، باردا. إذا نأتي الأخير، أغني معجمي: فخوا بارد، شو ساخن. وأخيرا عندنا هذا الاستثمار، هذا التمرين، أستثمره: جو كوش la bonne réponse en comparant avec l'eau du robinet. Je coche la bonne réponse. Idem le jawab sahih. Adaw alama fi jawab sahih. En comparant avec l'eau du robinet. Ma'a al mukhalana bi ma' dial robinet. Ma' sonbol. Si je mets mon thermomètre dans l'eau froide, si je mets إذا درت ترمومتر ديالي في الماء البارد، لو نيفو دو ليكيد ترمومتريك مونت، لو نيفو مستوى سطح السائل المحراري هادي مونت، يصعد، ديسون، يهبط. Je maintiens, si je mets mon thermomètre dans l'eau tiède, il est d'être un thermomètre d'ali, mais ça arrive, l'eau tiède. Le niveau du liquide, il est moussaba d'il sata, ça il mehrali, liquide thermométrique, monte, yassad, descend, yapet. Il est logique. بالنسبة للجواب السؤال الأول، لو نيفو سي جو مي مون ترمومتر دون لو فخواد، هذا لو نيفو دي ليكيد ترموميتيك، مالو مون ديسون، لو نيفو ديسون. والأخرى، الجواب الثاني، لو نيفو دي ليكيد ترموميتيك مونت. ونأتي إلى نهاية هذا الدرس، وشكرا على انتباهكم.